ليست وفق هذا المفهوم. وفق هذا المفهوم ال XML 3 داتا موديل، مسمي XML داتا موديل، هو عبارة عن تري بيكون شكله زي شكل تري لكن شو ماله مقلوب. هاي هذا بيكون اسمه root element. element بحقق شروط هذا شو ماله باسم root. بعدها شو ماله هذا root element في مجموعة من branches. هاي مجموعة من branches. ويمكن هذا كمان يكون شو إله branches. هاي هي كمان branches. لما في النهاية نصل لشو ايه كان سمع ليف. الليفز هنا بتمثل الليفز هنا بتمثل الفاليوز ده بالضبط. هذه فيما بعد رح نسميها نود. هم نسميها نود فيكتوريال 3 رح نسميها نود لما ناخذ اكس باث. اذا لاحظ هي لاحظ كيف طلع شكلها شكل التري. الان اي شو اهمية هذا الموضوع؟ اي بروسيسر بتعامل مع الاكس ام ال دوكيومنت بتعامل معها وفق هذا المنطق. يعني لما بده يقراها كيف بيقراها؟ بيمشي معها هيك او هيك او حسب هذا المنطق. هذا اسمه اكس ام ال 3 داتا موديل. ويفترض بجروب 1 كان بنين معهم داتا موديل. ما بعرف انتوا في التوريال 1 بنيتوا داتا موديل صح؟ 3 زي هيك 3 الداتا موديل انتوا بنيتوا اللي هو راح نطبقه في هذا الجزء. طيب لما انت بدك ترسم التري، لما بدنا نرسم التري لها ثلاث عناصر بس، ثلاث عناصر تستخدم. يعني امامنا XML تري بس رح نشوف فيها هذول الثلاث عناصر. هاي العنصر الاول وهي الثاني وهي الثالث. لاحظ العنصر الاول عبارة عن قد يكون دائري او شمال مستطيل. ايش فرق؟ يعني بعض كتب بحطه مستطيل الشكل، بعض كتب شمال بحطه البيضاوي. احنا نفهم شو معنى الرمز. لما بتكون هذا مفرد، لما بتكون هذا مفرد شو بقولنا؟ element appears one time only. يعني بيظهر في كل الدوكيومنت مرة واحدة. وبالتالي أبلش مع كل الدوكيومنت للبيرنت بكون شيء اللي هو البيرنت شو ماله بكون هو. ومثال عليها راح يكون انه اللي بيظهر مره واحده الروز. وبالتالي لما بتشوف اكس ام ال دوكيومنت او اكس ام ال 3 الروت اليمنت بكون شكله مثل هذا الشكل. اوكي طيب الان لاحظ المزدوج. هذا الشكل المزدوج شو يعني؟ اليمنت ابييرز مالتيبل تايمز. مثلا عندنا احنا بيانات الطلاب في الجامعه، خلينا نضل مثالنا على الستودنت ريجستري. بيانات الطلاب في الجامعه كم طالب في الجامعه؟ اذا كل طالب طيب اذا انا لما برسم بيانات الطلاب برسم لطالب واحد لواحد بمثله والباقي شو ماله؟ يعني باجي بعمل لستودنت واحد فيهم. افترض هذا الستودنت، افترض هذا هو الستودنتس طبعا هذا الروت. هنا مثلا ممكن يكون student 1 2 3 بدك تجيب كل الطلاب. طب لما بدك تجيب كل الطلاب شو بتسوي؟ بتيجي بتحط هاي الروت students cds بعدها شو ماله std student 1 بتوصف تحط بياناته كامله name address major قاعد بسوي. طيب والطالب اللي الثاني كمان بده يتكرر نفس الشيء والبعدين بده يتكرر. بدل انا ما اتكرر شو بسوي؟ بحط الدائره هان هيك. وبالتالي بصير مفهوم انه هذا اللي هي السجلات مكرر. يشترط انه في حال انه بيكون مكرر يشترط تكون كلها بنفس الكونتنت، كلها بنفس الكونتنت. الشكل الثالث اللي هو الشكل المتقطع. هاي شكل مرات واحنا بنرسم في بيانات بتكون تفصيلية جدا، وهذا الإحصار تفصيلية جدا تفصيلية بشكل يعني شماله. يعني مثلا تيجي يقول لك الاسم تلفون الهاتف الأول الثاني الثالث هاتف العمل هاتف، يعني بيعمل لك شماله سجل كامل هواتف للشخص.
في هذه الحالة شو بنسوي؟ هذا شو معناها؟ معناها element can be further broken. يعني باجي بقول أنا هان هالستودنت والتليفون باجي بقول هان تيل عفوا هان بقول تيل تليفون وبحط له شو مالها؟ يعني في أخر إله هذا في إله ترك كمان element إله كمية element وبالتالي هذا التري يعني لاحظ إمتى أنا بلجأ لها؟ في حال إنه بيانات شماله اوبشنال ميبي اوبشنال او بيانات انت مش كثير بهمك تفصيلها زي ما قلت لما اقول لك الادرس ادرس 1 و 2 3 وابصر شو 20 عنوان بكون حاط يا بتحط الكل اذا حطيت الكل بدك تشتغل هيك يا اما شو ما بتكتب كلمه ادرس وبتحط عليها هذا يعني انه في له التفاصيل تبع اللي بيقرا هذا الشكل هيك الكتب هيك المختصين بتعاملوا معها اللي بيقرا هذا الشكل بيعرف انه كالتالي هذا عبارة عن شو؟ طيب. إيه ما تكررش. طيب. هذا عبارة عن شو؟ بتكرر. هاف. بتكرر. أو إحنا قلنا في الداتابيز مقابلها شو بكون؟ سجلات. سجل أول، ثاني، ثالث. طيب. السجل الأول. الطالب له اسم. اسم الطالب كم مرة بيظهر؟ مرة واحدة. الميجر كم مرة بيظهر؟ واحدة. التليفون. لما نطلع على الشكل هذا شو معناته؟ في له further broken يعني مطلع. إذن هذا هو الـ XML data model. إذا خلينا نتكلم اليوم ما ننساش XML data model. هو عبارة عن data model. تعمل مع البروس. وهي معطيك examples مليان كثير في الإنترنت يعني ادخل على W3C school مليان examples. لاحظ أنا مستعمل شو؟ مش الشكل البيضاوي بستعمل المستطيل هات خلينا نشوف هذا شو بيعني روت هاي روت طيب هذا شو ماله شاي لاحظ في شغله وتتمثل اللي بيكون تابع للإيلمنت لازم يكون إيلمنت طيب والاتريبيوت لمين تكون تابع للإيلمنت لاحظ هان بكتب اسم الاليمنت وشو ماله بحطه تابع له اتريبيوت يعني في مثالنا هذا لما نرسمه هذا لما نرسمه باجي بحط نيم يمكن يكون في تفاصيل بس جانبي باخذ خط جانبي بحط شو هو الاي دي اذا الاتريبيوت مين الفاذر فيما بعد بنقول مين الفاذر الفاذر هو النيم يعني ما بيظهر ضمن الالمنت هلاحظ هنا كمان في اتريبيوت شايف هذا عباره عن الالمنت هذا الالمنت هذا الالمنت هذا الالمنت وين البيرنت تبعهم هاي طيب ها جانبي من وين من الالمنت من هذا اتريبيوت اوكي ليش مش حاط على الدبل المفروض احط لو احنا بدنا نحسن هذه الصوره شو بدنا نسوي لو بدنا نحسنها بدنا نحط هنا شو ماله هو على فكره هذا الشكل فقط لكتاب واحد ليش لكتاب واحد ليش لكتاب واحد لانه حط بيانات هاي حط البيانات تبعته التكست تبعه هاي وهي مثلا الاليمنت الاوثر هي بيانات والاليمنت الير هيحطها يعني لو بدي اجيب كمان كتاب شو بيسوي بده ياخذ من هان هاي من هان بيخسر ايه والكتاب الثاني ويكتب بيانات عرفت كيف زي ما قلنا هنا انت بدك تجيب كل طلاب الجامعه وتمثلهم ممتاز بتحط element بعد هاي الطالب الاول تفاصيل بتحط الثاني هاي تفاصيل والثاني الاسهل هو اللي بدنا نشتغل عليه الاسهل بدنا نشتغل طيب حسب شو بدك حسب شو بدك من الشكل يعني مثلا في البراكتس لما نيجي في المره القادمه مش اليوم راح نعمل براكتس في المره القادمه في المره القادمه مشان احنا نراجع اللي شفناه ونعرف نبني براكتس يعني مش معقول اليوم ناخذ المعلومات كلها ونروح نعمل براكتس مش هينفع معنا في البراكتس لما بدك تعمل سوليوشن
او بدك تبني اكس ام ال دوكيومنت، اول ما بدك تبني لها تري، اول ما تبدا تبني لها تري كيف لما بدك تبني يعني معلش، واحنا بنبني داتابيز، احنا ديزاينرز نعتبر، لما بنبني داتابيز هل بنبني داتابيز وبعدها بنعملها اي ار موديل ولا بنرسم؟ لانه هذا شكل لوجيكال، وهذا اللوجيكال هو اللي بدك تعرف شو تسوي فيه. مهندسي هذا الشكل اللوجيكال انت كيف تخيلتها؟ شو معنى لوجيكال؟ انت كيف شفتها؟ هاي شفتها. فيما بعد شو بدك تسوي؟ بدك تبدا تكتب، بدك تبدا تجهز عشان هيك. طيب تفضل. ما فرقتش. لا اعطيش لوجيكال مرات يعني ممكن احنا بنشرح للطلاب في البوليتكنيك لما نقول لوجيكال معناها انت شو كيف شفت، وبالتالي شوفها زي ما بدك، التري انت شوفها بالطريقه اللي انت بدك اياها، لكن بدك تلتزم بهذا اللي شفته في اثناء البروسيس في البروسيس. واحد ثاني كان يشوفها شو كيف تعطينا ملاحظه؟ اعطينا ملاحظه انت. اعطينا الفرق، اعطينا الفرق. الكونسبتشوال بيجي يعني اكثر بابليك، يعني احنا مش اي حدا حتى مش اي تي بيفهمه وبتصور، بس اللوجيكال بيجي اقرب اكثر للتكنيكال يعني انت وكانه احنا الان بنميز كديزاينرز بين شيء فيزيكال، انت شو حط كيف حطيته على الجهاز الفيزيكال ديزاين، وبين نسمي شو ما بدك ديزاين ثاني، هل سمي لوجيكال سمي كونسبتشوال. اذا هذا اللي بنحكي عنه مش على الجهاز، مش على الجهاز. احنا امامنا يعني كديزاينرز نوعين من الديزاينز، ايش على الورق وايش على الجهاز بيتحقق. اللي على الجهاز اللي هو الفيزيكال هذا احنا مالناش فيه، هل كيف الجهاز خزنها هذا البيانات انا ما إلي. احنا قلنا كيف انت رسمت الرسمه في ذهنك تتعامل معها، ارسمها زي ما بدك، بس شو ماله لما تتعامل معها تتعامل معها في هذا المنطق. عنصر ثالث من عناصر الـ XML document اللي ممكن تشوفه اللي هو الكومنتس، والكومنتس هيك شكلها مش عارف لاحظ هذه دبل ثنتين، هذه هاي فين ثنتين مش واحدة ثنتين، لاحظ بيبدا علامة تعجب اكسكليميشن مار شحطه وكمان شحطه واكتب اللي بدك اياه، هذا شو اسمها كومنتس، وبدك تغلقها هيك هاي تو هايفنز وتعمل الاغلاق الا هيك. اذا ظهرت لاحظ هاي هذا واضح، هاي علامه اكسكليميشن مار الثنتين واكتب اللي بدك اياه، اللي كتبته هاي مالوش فقط الى تريد ايه تقرا انت تحصل المعنى اللي انت بتشوفه. إذا لحتى الآن احنا قلنا الـ XML كم عنصر؟ دوكيمنت خمس، element attribute comment declaration و entities declaration. خلينا ناخذ الـ declaration وبعدها بنعمل ناخذ بريك ريحكم شوي، وهذه very important declaration. وهي جاي في أول سطر واحد، أول سطر تظهر في الدوكيمنت، تظهر في أول سطر، لكن شو معناه؟ لاحظ الـ XML declaration بتبدا هاي باللون الاحمر كلمه بهذا الاشاره كويشن مارك اكس ام ال، وهي لازم تنتهي بشو؟ هذه ديكلاريشن للاكس ام ال. على طول البارسر لما بده يقراها بيعرف انه هذه عباره عن ديكلاريشن. ات ليست ريكواير تكتب كلمه فيرجن ايكوال اللي موجود الان 1.0 or 1.1 بس تو فيرجنز من اكس ام ال، فقط تو فيرجنز، واحد 1.0 والثاني شو 1.1. نحكي شو الفرق بينهم، نحكي شو الفرق بينهم. طيب دقق في هذا السنتكس، معلش خلينا ندقق مع بعض. هذه بتشكل element صح؟ طب وهذا attribute. في 3 attributes ممكن يظهر في الديكلاريشن لاين. الاتريبيوت الاول اللي لازم يظهر، هذا لازم يظهر اللي هو الفيرجن، الباقي شماله اوبشن. لكن اذا بده يظهر بده كلمه انكودنج ايكوال في هذا الشيء بده يروح. انا حاط في المثال هذا مثال، حاط يو تي اف 16 في شيء ثاني ممكن يظهر، وستاند الون ستاند الون ايكوال كمان هنا في شيء بده يروح.
عازم تيجي يس اور نو نشوف شو معناه. بس هذا هو السطر ديكلاريشن. طيب ناخذ نشوف الفيرجنز بنلاحظ هذا نكتبها نكتب كلمة فيرجن الاتربيت الاول نحط قيمته. قيمته قديش ممكن تكون؟ اما 1.0 او 1.1 بس هذا اللي طلعته دبليو 3 سي. هلا شو الفرق بين 1.0 و 1.1؟ الان كل 1.0 احنا بنضمن انه كل البروسيسرز تدعمها. كل البروسيسرز لو كان عندك اول فيرجن، وعلى فكره براوزر اللي هي الفيرجن 5 واعلى بدعم شو ماله 1.0 5 واعلى، بينما 1.1 9 على ما اظن 9 ما رجعش اعلى شيء 9. وبالتالي لو البراوزر اللي عندك فيرجن 8 والاكس ام ال دوكيومنت 1.1 حاط الفيرجن تبعتها بدعمهاش بتعملش معه. عشان هيك يفضل لغايه الان 1.0 زي ما كل واحد عنده اوفيس 2003 اوفيس 2007 اوفيس 2010 2010 بقراش الا شماله بقرا كل اللي قبله مش بتعامل مع كل اللي قبله. يعني واحد يجي يقول انا عندي فيرجن 9 اه بينفع، بينما 2007 بقرا اللي قبله بس بقراش اللي بعده. اذا خلينا احنا اللي هي 1.0 في يعني اللي ضافوا حاجات في 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 الديستريبيوتد داتابيز او شيء زي هيك. ما دققتش انا ما اخذتش الفرق الدقيق، يعني حاب تبحث بتحط 1.0 1.1 لكن في الديستريبيوتد بروسيسنج فرق اللي انا لاحظته. لكن تروح ديب اكيد لازم يكون فرق، والا بكون مرش لزوم هذا التعديل. انا صرت انا اسمعش طبعا الاكس ام ال واضح يعني ذا سيم ما يزوش اه يعني شو البروسيسر اللي بدوش يقرا في 1.1 ايش بدوش يقرا مثلا؟ ممكن في قضايا اللي هي البروسيسنج. انا اللي لاحظته في الديستريبيوتد بروسيسنج في الديستريبيوتد بروسيسنج هم لحد الان يعني اثنين متوقع بالامر الثاني بس هلا شو الفرق الدقيق بين شو اضاف قالوا اللي بيشتغل عليها دبليو 3 سي شو اضافه؟ انا اللي لاحظته اللي هو عمليه الديستريبيوتد بروسس. هلا اذا في شيء اضاف موجود هي في دبليو 3 سي بامكانك انت تشوف شو بالضبط. يلا روح على الانكودينج. الاتريبيوت الثاني كان كلمة encoding. شو encoding؟ أنتوا إنجينير أغلبكم إنجينيرز. شو إيش يعني encoding؟ هاي encoding. هاي text is stored in computer using numbers. في الكمبيوتر text تخزنات numbers. هذا بتهمنا، هذا الجزئية بتفيدنا. لما أنت بدك تنقل بيانات من فيرجن مثلاً، والله عندي أنا الجهاز في كاتب عليه لغة صينية وانت فيش عندك، كيف بدي اقرأها جهازك؟ جهاز فيش عندك، جهازك كيف بدي اقرأها؟ مش في اللغة الصينية موجودة. أو اللي بتذكر في الأول تكنولوجيز كانت الكاركترز تتخزن with 7 bits، الآن 8 8 bits. عدد الأحرف في 7 bits كان مختلف، وبالتالي لما كنا بنحول من 7 bits ل 8 bits في أحرف تروح ويجينا شيء غيرها. على كل حال خلينا ناخذ شو مع شو الانكودينج هذا شو اهميته. هاي الانكودينج الكاركتر كود از كاركتر الكاركتر كود از 1 تو 1 مابينج بتوين سيت اوف كاركترز اند ذا كورسبوندينج نمبرز تو بريزنت ذوز كاركترز. اللي هو الانكودينج معناها عمليه المابينج بين الكاركترز الموجوده عندنا في الكيبورد تبعتنا وبين اللي بتخزن. يعني شو بتصير فراكشن بتصير؟ يعني الاوبرينت سيستم في عنده تيبلز، في عنده تيبل بمجرد انت ما تصير تكتب قبل ما يروح يخزن شو بيسوي؟ بروح بيعمل المابينج. شو يعني مابينج؟ بروح هذا ضغطت انت على المفتاح. هلا صرنا نحكي في اجزاء لها علاقه في الانجينيرنج. ضغطت على المفتاح عملي شو بيصير؟ بده يتحرك اشاره. وين بده يتحرك؟ اول ما تتحرك بحرك الاوبرينت سيستم على هذا التيبل بيعمل مابينج بشوف وين مكانها وباخذ قيمتها بخزنها.
هذا اسمه شو؟ مادن. طيب الآن هذا التيبل الموجود هل هو الستاندرد للجميع؟ لا، في عدة أنواع منه. النوع الأول شو هو؟ أسك. يعني الأجهزة اللي فقط فيها هذا المابينج أو هذا التيبل بالأسكي معناها فقط بيستوعب شو ماله؟ عدد محدد من الأحرف بقيمة الأسكي. كم حرف عدد؟ 200؟ الأسكي 255؟ بس هن اللي بتشوفوا في الجداول 255 حرف. يعني إذا جيبت أنت كيبورد ما فيش في هذه الأحرف بعرف بعرف بعرفهاش، بصير يعطيك أي شيء حرف من عنده اللي هو بده إياه. حسنوا عليها بالآيزو اللي هي 88-59 فيرجن 1، حسنوا أضافوا عليها تحسينات. لا مشان في بعض اللغات ضاف عليها اللغات، لغة ممكن تكون العربية أو شيء زي هيك. طيب الآن بعديها شافوا لا هذا ولا هذا كافي، لأن اللغة الصينية لحالها كم حرف؟ 5000 وشوية. اللغة الصينية كم حرف؟ بدنا نعطي معلومة تقريبية. أستاذ اللغة الصينية 650 حرف، اللغة اليابانية اللي 50000 يابانية في لغات بالآلاف. طيب بالآلاف طيب لما أنت عندك ما هي رسم برسمه بزيدوا عليها شحطة بتتغير الحرف، كل ما زاد شحطة فيها رسمي، كل ما غير فيها شحطة بتطلع لك حرف جديد. مش زينا مرات تكون كلمة، ممكن تكون كلمة. طيب لو حصل وإحنا بدنا نعمل معهم تبادل، هم الأجهزة اللي عندهم مصممينها ومستوعب اللغة تبعتهم، لو بدنا نعمل تبادل معهم وأجهزتنا تستقبل وإحنا أجهزتنا كلها بتتعامل بالأسكي مثلا، إذا قسم من الكلام رح يطلع لنا أفضل شو؟ شيء؟ طيب الآن مشان نخرج من قضية قيود عدد الأحرف اللي أنت بتقدر تتعامل معها، طلع اللي هو واتس كولد UTF-16. لا الأيزو والأسكي بيستخدم 1 بايت لكل كاركتر، كل كاركتر عطاها البايت. في الـ UTF-16 شو صار؟ صار يعطي 2 بايتس، وبالتالي عدد الأحرف الممكنة إنه تتعامل معها قديش؟ 65000 حرف. يلا خلي كل واحد يطلع له 25000 حرف كله تبعته بزبط بينفع، الواحد أوسع أوكي. لكن لازال شماله هاي 2 بايتس بيحجز لكل حرف بيحجز 2 بايتس. هذه لها حسنات ولها سيئات. من السيئات أنا شماله السايز، ولما تكون عندك هيوج دوكيومنت يعني صحيح انت لو تشوف الحرف حاز 2 بايتس، طب احكي لي عن بيانات الاحصاء، هذه هيوج دوكيومنت في كل حرف حاط 2 بايتس. اذا لا 2 بايتس محجوزه ولا 2 بايتس اذا استخدمها محجوز، اذا استخدمها هاي اللي بدك اياها هي UTF-8، هاي UTF-8. مش احنا لما في الوورد دوكيومنت تقول له سيف اس، واحد منهم بقول لك UTF-8 UTF-16، هذا هو التفسير تبع. هلا حد UTF-8 uses one byte for the character code covered with ASCII. إذا كل الأحرف اللي مغطي بالأسكي UTF-8 لحاله شو بحصل لها؟ 1 byte. غير هيك شو بصير يسوي؟ any other character may be represented by 2 or more bytes by 2 بالضبط، بصير يفتح لك قد ما بدك. وبالتالي هذا open خلينا نقول system. إذا UTF-16 الأسكي والآيزو كلوز خلص محدد عدد الأحرف، واليو تي اف 16 كمان محدد قديش عددهم، هاي محدد 65000. يو تي اف 8 مش محدد لك عدد الأحرف، بقول لك هاي المينيمم اللي جيات في الاسكي بحدد لك ان 1 بايت، واي حرف انت حاطه خارج مش في الاسكي بحدد له 2 بايت. اذا عشان هيك لما احنا بنعمل سيف اس مرات بدنا نعمل سيف اس اسكي UTF-8 UTF-16. وهان بدنا نرجع للديكلاريشن، احنا قلنا فيرجن 1.0 اور 1.1 انكودنج ايكوال، بدك تحدد UTF-8. احنا في مثالنا كان قديش حاطها؟ UTF-16. اذا بدنا نعرف احنا ما حددناها باي ديفولت شو بدك UTF
هاي 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 كتب for text UTF language field by default الايز باخذ الايز العربي يكون مثلا خزن UTF ايه وليش بالضبط الديفولت UTF العربي وين جاي انجينير ده بحكي مع الانجينير بدنا ناخذ السؤال ناخذ الناقش الموضوع ناخذ بريك العربي وين جاي بحكي مع الانجينير يعني ما 27 جاي في الاسكي بدنا الاسكي موجود في الاسكي ذكروا معي كيف ايه؟ مش جاهز الاصل مش من ضمن الاصل طيب خلينا نوقف حتى الان خلصنا الاليمنت لاحظ اكزامبل اذا صرنا نعرف احنا انت نستخدم الاولى انت نستخدم الثاني كل واحد فيها الا يعني لو جينا فقط في وزاره التعليم العالي شو بنستخدم؟ اسك بلزمناش كم حرف احنا نستخدم هان فلسطين هن هن الانجليزي والعربي في غيره لكن لو بدنا نعمل تبادل مع دول ثانيه بهنا لازم يوتف او يوتف احنا بدنا نحدد بناء على شو الاحرف اللي احنا يا اما يوتف ات يا اما يوتف داخل تفضل مش يوتف ات تغطي في الاحرف اللي بتعرف عليها تمام احرف فوزي تحط 16 طيب ما هي هذا موجودة هذا موجود فيكس زي ذا بتذكر في وإحنا من إحنا يعني في لغات البرمجة إيش اسمه فيكس داري إيش اسمه دايناميك كاري الآن UTF-16 فيكس إذا أخذته بروح بيحدث كل حرف بالداخل سواء موجود في الأسكي أو مش موجود بروح بيحدث طوبان UTF-8 بالداخل الحرف إذا هو جاي من ضمن أحرف الأسكي وان باي لا شو بسوي؟ لا بصدر افضل اختيار يكون باي ديفولت اليو تي اف اي على جميع الاحوال يعني ليش بتختار ايش؟ الايزو باي ديفولت باخذ الايزو اوكي اذا انت محط احنا قلنا احنا معلش علشان كنا نكون متفقين في اللغه احنا قلنا هي اكس ام ال فيرجن فيرجن ايكوال اللي بدك اياه 1.0.1.1 تاكدوا لنا من هذا شو هي وهي نهيت انا ما حطيتش الانكودينج حطيت تاش بعتبرها الايزو كمان نحطه بالعاده وخلص احنا بدنا نحط احنا عاده يفترض انه نحط قيم القيم اللي بنحط عاده اللي هي اليو تي اف 8 طبعا ليش نستخدم اليو تي اف 8 صحيح احنا ممكن اليوم مثلا وزارتين بيشتغلوا مع بعض او جامعه تنتين لكن بده يكون عندنا كمان للمستقبل طب افترض انه صار تبادل صار تبادل عالمي فبين يعني قبل سنتين لما كنا نقول كلاود كومبيوتينج كنا نقول شو القصه وين رايحين احنا بس تنساش اليوم تنساش انه انا بتوقع يعني في 2020 ببطل عندنا بنبطل بحاجه للستورج ديفايسز وبالتالي بياناتنا كلها بتصير شو مالها داخل في شيء زي هيك في كلاود كومبيوتينج اذا قضيه اليو تي اف 8 يو تي اف 16 بدنا نكون صحيح النفذ عملنا الان وعينا على المستقبل اخر شيء موضوع الستاند الون اذا الاخر اتريبيوت كان هو شو ستاند الون الستاند الون اما بتكون يس وباي ديفولت يس باي ديفولت يس اذا ما كتبتهاش اور نو شو معناها؟ معناها هل هذا الدوكيومنت اذا كانت يس معنى هذا الدوكيومنت ما لهاش توابع كل اللي فيها خلاص شغلها من داخلها لوحدها اذا كانت نو معناها فيها لينكس بكون وين في دوكيومنت ثاني يعني هذا تعطي اشاره للبارسر وللبراوزر انه هذا الدوكيومنت مش قائم لوحدها بدك تروح تجيب كمان دوكيومنت ثاني معاه مشان تعمل اوكي باي ديفولت يس اذا هذا هو الجزء الاول من هذا السيشن ناخذ بريك ربع ساعة وبنرجع اللي قبل شوي حكينا له مثال ستودنت ناشونال ريجستري كان في
اذا بنحكي عن تو ديفرنت داتابيزز، واحده من جامعه والثانيه من جامعه الثانيه. الان لو افترضنا انه الجامعات الثنتين مستخدمات نفس التسميه المسميات، واحنا وهذا كيف بيحصل؟ احنا كنا متعلمين مع بعض يعني في، وبالتالي مش غريب انه انا لما بدي ابني داتابيز اعطي اقول ستودنت نيم، وانت نفس الشيء في الجامعه الثانيه تستخدم نفس الاسم. وبالتالي في هيك حاله لما احنا بدنا نعمل عمليه الالكترونيك داتا انترتشينج، في هيك حاله بتصير عندي الاليمنت تتشابه اسمائها. يعني جامعه بير زيت الاليمنت اسمه اس تي دي نيم وفي بيانات، طيب وفي البوليتكنيك اس تي دي نيم وفي بيانات. هنا صار كونفليكت، في هيك حاله صار كونفليكت. واحنا قلنا مهمه الاكس ام ال بدها تعمل توفيق وتحل هذا الكونفليكت وتمكن عمليه التبادل. طيب شو الحل لهيك وضع؟ الحل لهيك وضع اللي هو من خلال واتس كولد نيم سبيسز. نيم سبيسز الان نيم سبيسز هي يوزد تو ديفرنشيت اليمنتس اند اتريبيوتس اوف ديفرنت اكس ام ال دوكيومنت تايبس from each other when combining them in one document. يعني عندنا database تبعت Polytechnic document، database تبعت بير زيت كمان طلعنا منها one document. لما بندمجهم الاثنين النيم سبيس شو بيساوي؟ بخلي الكونفليكت ما يحصلش. طيب اذا هذا لو كان داخلي، احنا هلا لا زلنا بنسميه داخلي لانه شماله بين مؤسستين في داخل البلد، ممكن نتفق ونعملها هيك. طب شو النيم سبيس؟ كيف بدنا نصيغ النيم سبيس؟ اذا حل واضح شو وين احنا رايحين. حل مثل هيك كونفليكت هو باستخدام نيم سبيس. النيم سبيس عاده صياغته هي من جزئين، نلاحظ النيم سبيس صياغته من جزئين. الجزء الاول هاي بريفكس كولون لازم، وهنا شو ماله اللي هو اللوكال نيم بنسميه. يعني مثلا بير زيت مستخدمه اس تي دي نيم، هذا بكون شو ماله اس تي دي نيم. طيب الان بده يكون لها اتس اون بريفكس. في البوليتكنيك مستخدم كلمه اس تي دي نيم، بدها تكون اس تي دي نيم وذ انذر بريفكس. وبي بي يو مثلا بي بي يو اس تي دي نيم، بي زد دبليو نقطتين اس تي دي نيم. لاحظ الان التو اليمنت شو مالهم؟ اختلف، بطل في كونفليكت، بطل في كونفليكت. طيب طيب السؤال، اذا احنا على مستوى المحلي هيك بنحلها. طيب افترض انه احنا بدنا نعمل انترناشونال داتا انترتشينج، يعني بين البلد تبعتنا وبين دول مع الدول الثانيه، وهذا متوقع اذا دخلنا الحكومه الالكترونيه معناها كمان تبادل مع الحكومات الاخرى بتصير الكتروني. طب افترض انه كمان في دول اخرى استخدموا نفس البريفكسز اللي احنا مستخدمينها، بده يحصل كمان كونفليكت، كمان مره بده يحصل كونفليكت. الان حل هذه القضيه عالميا كان من خلال W3C، من خلال W3C، وهي هي الهيئه المختصه في انها تحل مثل هذه القضايا. طب شو عملوا في W3C؟ في W3C عملوا نيم سبيسز، طبعا قسموا خلينا نقول الحاجات لعده ارياز، مثلا الرياضيات اعطوها اتس اون نيم سبيسز، الفيزياء اعطوها اتس اون نيم سبيسز، البيزنس اتس اون نيم سبيسز، البيانات السيفيليانز المواطنين اعطوها اتس اون نيم سبيسز. وبالتالي لنفترض احنا بدنا في موضوع الحكومه الالكترونيه بدنا نتعامل مع الافراد، مع الافراد. اذا كل الوزارات عندنا هذا مستخدم مثلا نيم، والثاني مستخدم كلمه نيم، والثالث مستخدم كلمه نيم. طيب ولما نعمل تبادل مع دول الاخرى الاخرى يستعملون نفس ليش نيم. الان W3C شو سوت؟ اعطت نيم سبيس، وبالتالي كلنا كمؤسسات بدنا احنا نعمل هذا التبادل بدنا نستخدم هذا النيم سبيس مشان ينحل الكونفليكت. الان كيف نصل لهذا النيم سبيس؟ نصله من خلال اللي هو واتس كولد يو ار اي. شو اليو ار اي؟ راح نحكي عنه كمان شوي. شو اليو؟ اليونيفورم ريسورس ايدنتيفاير، يونيفورم ريسورس ايدنتيفاير. وهذا له نوعين بنرجع له كمان شوي. النوع الاول يو ار ال، والنوع الثاني شو هو؟ يو ار ان. اذا
حل القضية بشكل عالمي، وإحنا إذا بنفكر for the future، وزي ما قلنا في لما انهينا الجزء الأول قلنا إحنا رايحين على إشي اسمه cloud computing، وبالتالي مفترض إنه إحنا لما بدنا نفكر في حلول نفكر فيها في حلول كمان للمستقبل مش بس للوقت الحالي. هاي الـ XML name spaces هاي وين موجودة؟ في هذا اللينك موجود والكل بيقدر يحصل عليها. يعني مثلا احنا بدنا نتعامل في مثلا بيانات المواطنين او بيانات طلاب، بنقدر لما بنروح على اللينك هذا اللينك فيه كل النيم سبيسز اللي W3C اعتمدتها، وبالتالي اي واحد يشتغل انترناشونال بده يشتغل وفق شو بده يلتزم فيها. مثلا احنا بنقول ستودنتس، اذا بدنا نروح ندور على النيم سبيس تبع الستودنتس ونلتزم فيها. اوكي طيب الان السؤال، رحنا شفنا او رحنا على هذا الموقع وجبنا النيم سبيسز تبعت الستودنتس اللي هو في المثال تبعنا تبع الجامعات، كيف بدنا نستعمله؟ كنا نستعمله في الدوكيومنتس تبعتنا. هاي طريقة استعماله، هاي طريقة استعماله. بدي ارجع له باليو ار اي تبعه، هاي اليو ار اي مثلا هيك، وهذا الجزء هو اللي بده يصير البريفكس، وبعدين تستخدم يور نيم زي ما انت بدك اياه. المهم تلتزم في هذا البريفكس. اوكي الان في الاكس ام ال كيف بدي اصير هذا البريفكس؟ اذا لاحظ اذا انا لما بس بشتغل هيك عمليا قاعد بلتزم في وين؟ في المعايير تبع W3C. وكمان لو جامعات في دول ثانيه بدها تشتغل زينا الاخرين بيلتزموا. فيما بعد لو احنا وهم بدنا نعمل لينك مع بعض مفيش بصيرش كونفليكت، وهذا افضل طريق، هذا افضل طريق. طيب W3C تعمل النيم سبيسز وين؟ اي لغه؟ W3C بالانجلش طبعا. هي هاي الاكس ام ال بالاكس ام ال بهذه اللغه بالانجلش. هي زي في الا في شيء في طبعا الابلكيشنز اوف اكس ام ال، تطبيقات الاكس ام ال. انتم ملاحظين كل مره بنعطي الاكزامبل من شيء، في البيزنس لا اتس اون، في الماثماتكس اسمها ماث ام ال، في مثلا في الجي اي اس اللي هو الجي اي اس اللي هي جيوغرافيك انفورميشن سيستم اللي هي الخرائط والمخططات، في لها اتس اون. كيميكال ام اس في الميديس، في كله، في كل انواع. هذه هيئات مختصه، يعني هي مش هيئه شخصين قاعدين، هذول الاف الناس قاعدين، والالاف هذول كل مجموعه مثلا ناس اطباء ومعهم مختصين اي تي، ناس مثلا في البيزنس معهم مختصين اي تي، وبالتالي بيصيغوا هذه المعايير. طيب الان احنا كيف بدنا نعمل لينك مع هذا اليو ار اي؟ هاي السياق بالطريقة هذه، دقق فيها، لاحظ استخدم البريفكس pairs. البريفكس هذا جاي وين؟ هاي في آخرها. طيب بعدين شو هذا بنسميه local name، النيم تبعنا تبع الجامعة. بعدين شو كتب؟ XML NS XML namespace. من وين جاي هذا النيم سبيس؟ هذا النيم سبيس اللي بدي استخدمه من وين جاي؟ قال له جاي من بيرس، وهي اليو ار اي تبعه. طيب الان طبعا مره واحده بتكتبها انت في الديكلاريشنز، بنكتبها مره واحده في الديكلاريشنز، فيما بعد بس بنصير نكتب هذا بيرس نقطتين مثلا نيم، بيرس نقطتين مثلا ميجر الى اخره. في لحظه البروسيسر لما بدي اعمل بروسيسنج على الدوكيومنت، شو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير كالتالي، راح يشيل البروسيسر بيشيل هذا الجزء، وبدل منه شو بحط؟ هذا كلهم بصير كلهم جايبين لهم شو ماله؟ هذا اليو ار اي بحطه معهم مع القائمه كلها. وبهيك اذا اشتغلنا بهذه الصوره بنضمن انه ما يصيرش كونفليكت لا داخلي ولا حتى لو بدنا نعمل لينك انترناشونال. هاي طبعا معطيني المثال انه هاي انا كيف عمل بيرس بيرسون، وهذه لتعريف هذا البريفكس، يعني بقول لي هذا البريفكس سيو
جاي من هذا اليو ار اي. اوكي فيما بعد لاحظ شو استخدم بيرس اللي هذا البريفكس نيم بيرس تايت بيرس الى اخره. طيب في حاجة بسموها مسميها ديفولت نيم سبيس. يعني او بدنا نسال سؤال ثاني، هل ممكن نستخدم مور ذان وان نيم سبيس ان ذا سيم دوكيومنت ولا بس واحد نيم سبيس؟ وان نيم سبيس يو كان يوز مور ذان وان نيم سبيس ان ذا دوكيومنت. مثلا مثلا احنا عندنا مثلا بيانات الناس، بيانات الناس جاي او بيانات الطلاب، شيء جاي من التعليم شيك وإشي جاي، أنا بديش أقعد أتدخل في اختصاصاتك، ولكن إشي جاي من داخلي. يعني أنا بياناتي أو بيانات الطالب بتكون في بيانات أكاديمية، هذا من الجامعة. بياناته الشخصية منو بتكون في جهة ثانية. وبالتالي هل الطرفين بيستخدموا نفس النيم سبيس؟ لا. إذا نقدر نستخدم نيم سبيس للبيانات الأكاديمية، وأنا ذر نيم سبيس لوين؟ للبيانات الشخصية. الآن في شيء بسموه اللي هو ديفولت نيم سبيس. ديفولت نيم سبيس كيف بتعرف؟ بيرسون لاحظ XML NS ما حطش بريفكس وعلى طول أعطاني شو ماله؟ اليو ار اي. اليو ار اي الآن فيما بعد كل الأسماء اللي بيستخدمها بتكون هاي النيم سبيس تبعها. يعني البارسر لما بده يعمل بروسسنج شو بيسوي؟ بروح بجيب هذا البريفكس وبحطه هان والثاني بحطه هان وهكذا. لاحظ هذا الصيغة ما حطش فيها بريفكس، وبالتالي هذا بنسميه ديفولت نيم سبيس. الباقيات شو معلن صار ضمنيا معروف انه نيم سبيس تبعها من وين؟ هيو. في حال انه بدك تستخدم مور ذان وان نيم سبيس لازم واحد فيهم يكون صريح، يعني البريفكس تبعه واضح، والثاني شو ماله؟ ديفولت. هلا بنشوف. تفضل. النيم سبيس هي عبارة عن شو ماله؟ هلا لما ناخذ السكيما، لما ناخذ السكيما كمان شوي بصير اوضح. طيب كمان اضيف يلا نحن جايين الى الموضوع تبعك، بس خلينا نعطيك الهند وخلينا نشوفه. هذا اللينك، هذا اليو ار اي في كمان نيم element names you should use. يعني في element names بدك تستخدمها، اذا استخدمت غيرها بتبطل XML تعرفها، لانك انت قلت انا بدي النيمز الموجوده في هذا اللينك، وبالتالي كل المؤسسات بدها تتقيد فيها. خلينا نمشي فيه. هذا يعني مش القديم، مش قريت لينك وخلص. شماله كمان في شيء ثاني، في شيء ثاني راح نتعرف عليه فيه. طيب لاحظنا المثال اللي طلع معنا، هاي المثال هذا خلينا ندقق فيه. شو تلاحظ؟ كم نيم سبيس بستخدم؟ اثنين، تو نيم سبيس. طيب الاول مش حاط بريفكس، وهنا ما عرفش البريفكس، وبالتالي هذا عبارة عن شو ماله؟ ديفولت. يعني إذا ذكر في الدوكيومنت هنا أي اسم هاي هاب بدون بريفكس، على طول بكل بريفكس تبعانه الديفولت. قلنا إذا بده يذكر مور ذان وان نيم سبيس البقيات لازم يكون شو مالهن؟ يعرفن بشكل صريح. يعني شو؟ بده يحط البريفكس، ها بده يحط البريفكس ويتعامل معه بهذا البريفكس. لاحظ الثاني هيو حط البريفكس وعرفه هاي البريفكس، لاحظ وجاب اليو ار اي تبعه، جاب اليو ار اي تبعه. الان النيم هذا شو النيم سبيس تبعه؟ شو النيم سبيس تبعه؟ الاول هذا. طيب هذا شو النيم سبيس تبعه؟ الثاني. تلاحظ بتصير انت اذا بدك النيم سبيس الثاني بدك تذكره، هاي نيم سبيس، شايف؟ هل اذا بدك اياه بدك هذا اللي هو تعمل معه لينك بدك تذكره. اذا ما ذكرتوش، يعني نفترض خلاها فيه بكون واضح هذا القضية، واضحة؟ طيب لحظة، you can't
رايت تو ديفولتس. هاي يا بتقدر تستخدم تو ديفولت غلط بعطيك عليه ايرور. هاي هذول الاثنين بعرف ديفولت تو نيم سبيسز ديفولتس. ليش غلط؟ لانه لو بدك تستخدم نيمز فيما بعد او اليمنت نيمز فيما بعد انو ديفولت لمين بده يربطه؟ اذا هذا الصيغه خاطئه، لازم واحد فين تكون ديفولت والباقي شو مالهم يكونوا صريح. اوكي طيب لاحظ هاي كمان دقق الفرق بين هذا الشكل هذا للروت او للبيرنت معرف ديفولت نيم سبيس. فيما بعد لما اجى بده يتعامل مع جزئيه من الاليمنتس شو ماله هي اخذ جزئيه شو عرف لها اتس اون نيم سبيس. يعني لاحظ مش جايين كلهم مع بعض، هذا مثلا بيرسون نيم، هذا النيم شو ماله هي الديفولت تبعه. طيب هان شو ماله جزئيه من النيم، طبعا هذا الاليمنت جزء من هذا، هذه جزئيه من النيم كمان اعطاه اللي هو اتس اون نيم سبيس باي ديفولت، وبالتالي الديفولت هذا محصور فقط هان في المكان هذا بين النيم هذا بين النيم وبين نهايه النيم، لازم يكون في نهايه للنيم، لازم يكون نهايه. اوكي وهي نهايه هذا نيم هذا. طب هذا الاليمنت شو دخل في الموجود هذا؟ هذا الاليمنت شو امتي اليمنت. اوكي طب هذا وين انت تبعه؟ لو نرسمها هذا كيف بدها تطلع معنا؟ لما نعطيها انه رسمها على شكل تري كيف راح تطلع؟ لو بدنا نرسمها هات خلينا نشوف الروت شو؟ قلنا الروت بيكون مره واحده بيظهر في البدايه وبنتهي بيرس وبيظهر مره واحده. طيب بعديها هذا البيرسون شو تشيلدرن تبعينه؟ هم ابنائه النيم نيم وشو كمان بي. طيب النيم شو تشيلدرن فش، وبالتالي اذا امتي اوكي اللي تبعته امتي، بينما بي هاي بالضبط الليف تبعته. طبعا اذا بدي احطها انا بدي اذكرها بدي اذكر this is xhtml. اوكي الان احنا اللي بدنا اياه انه معرف انا تو نيم سبيسز، نيم سبيس في المستوى هذا كله ونيم سبيس لهذا الجزء. يعني افترض بي عرف له نيم سبيس، هاي نيم سبيس عرفنا. افترض هنا في كمان element لبي، في كمان child وهنا كمان child لبي مسميه مثلا x1 وهذا مسميه y1. لاحظ x1 y1 في امامهم two name spaces صار بينهم overlap، صار بينهم overlap. انا هو name space اللي جاي هان والname space اللي جاي هان، تلاحظ صار في تداخل. طيب انو اللي بتعتمد الـ XML كيف بدها تعتمد؟ بتعتمد انه النيم سبيس هذا تعتمد لها the most recent name space اللي هو اللي جاي في الاليمنت تبعها والبيرنت المباشر، اذا هذا النيم سبيس تبعها هاي. طيب هذا النيم سبيس تبعها وين؟ هاي. افترض هان كمان اجى شو؟ النيم سبيس تبعها اللي بيجي هيك، في حال انه هيك صحيح هذه الصيغه صارت تستخدم فيها مور ذان 1 ديفولت. طيب افترض انت استخدام الديفولت نيم سبيس وفي مرحله ما انتهى استخدام بدك تستخدم انذر ديفولت، قبل ما تستخدم انذر ديفولت شو بقول لي؟ انهي الاولى. انهي الاولى شو بتكتب؟ بمجرد ما تكتب هذا xmlns equal هذا ends the most recent name space، يعني هذا تلغي اقرب نيم سبيس عليها، وبالتالي الاليمنتس اللي جايه بتبطل لها علاقه في النيم سبيس اللي تعرفنا. طيب اذا بهيك امامنا خلص حاجه فيه هون، لو انه وين النيم سبيس الداخل بصير ياخذ من الديفولت اللي كان بين الديفولت. خلص هذا انتهى، يعني في مكان ما انت جيت ثاني انهيت
الديفولت نيم سبيس بصير بعدها كله تابع لهذا الجزء. يعني بال او مجمل الحكي اللي حكيناه بالنسبه للتعامل مع النيم سبيسز هي في ثلاث صيغ. يا ريت خندق في الثلاث صيغ ونشوف شو الفرق بينهم. اللي حكيناها بلخصناها في ثلاث صيغ. الصيغه الاولى شو ملاحظين عليها؟ مستخدم تو نيم سبيسز ومعرفهم صريح، فيش ولا واحد فيهم ديفول، فيش ديفول. وبالتالي كل إليمنت في مبادئ، كل إليمنت بده يحطه في هذا الديكومنت شو ماله؟ بده يحدد البريفكس النيم سبيس تبعه من خلال اذا استخدم تو نيم سبيس صريحات. روح على الثاني شو مستخدم؟ واحد ديفولت والثاني الصريح. وبالتالي في حال انت حطيت البريفكس بيكون هذا تابع لمين؟ لان انت محدد الصريح. ما حطيتش باخذ الدفع. الطريقه الثالثه اللي هي اخر شيء كنا بنحكي فيها اللي هي الاوفرلاب. الطريقه الثالثه شو ماخذ تو ديفولتس. ملاحظ هذا كنا نحكي فيها، ماخذ تو ديفولتس. الديفولت الاول كان شو ماله لمستوى على مستوى البيرسون، بينما الديفولت الثاني جاء على مستوى مين؟ بي. وحكينا انه حصل في هذه الصيغه بيحصل اوفرلاب. في حاله حصل اوفرلاب شو ماله؟ باخذ الاقرب الاولى له. هذا هو، هذه صيغ النيم سبيس. النيم سبيسز هيو اتريبيوتس دونت هاف نيم سبيس، بس النيم سبيس لمين؟ للالمنتس فقط. تنطبق على وين؟ على الالمنتس. يعني الاتريبيوتس ما لها نيم سبيسز. نرجع على موضوع احنا كنا بنعمل لينك، بنجيب هذا اللينك. شو هو اللينك هذا عملنا؟ اللي هو يو ار اي، اسمه يو ار اي، يونيفورم ريسورس ايدنتيفاير. شو هو؟ از ا سترينج اوف كاركترز ذات ايدنتيفايز ا ريسورس. شفناها سترينج. شو مهمتها؟ تعمل لي لينك مع ريسورس معين، تعرف لي ريسورس معين. ها لها طريقتين. هذا اليو ار اي له طريقتين تتعامل معه، اما URL or URN. شو الفرق بينهم؟ Uniform resource locator والثاني uniform resource name. URL from resource locator والثاني يونيفورم. هاي يونيفرسال يونيفورم ريسورس لوكيتر والثاني يونيفرسال ريسورس. طيب النيم كيف؟ اذا الاولى يو ار ال يونيفورم ريسورس لوكيتر هو عباره عن شو؟ باث تصل له. لانه احنا ممكن يكون عندنا دوكيمنت وبدي انا مثلا من another folder on the server بدك انت تعمل لينك معه. بايش تقدر تعمل لينك معه؟ بايش؟ اللي هو باللوكيتر يو ار ال. لكن بدك تعمله يونيفرسال زي اللي كنا بنتعامل معه قبل شوي بالصيغه تبعه، وهذا له صيغه والثاني كل واحد فينا له الصيغه تبعته. طبعا هذا هو الجزء الاول وهذه هي سيشن 1. انتهينا منها، ندخل على سيشن 2 نشوف كيف بدنا نبني يعني لو بدنا هيك نشمل لحتى الان شو اللي صرنا بنعرفه؟ صرنا بنعرف how to build a well formed XML document. well formed في إلها قلنا كم شرط؟ حوالي 5 أو 6 شروط. أهم واحد فيهم هو إنها تكون tree structure. طيب الآن ننتقل للجزئية الثانية، اللي هو موضوع البارسر. طيب إذن الشرط الأول قلنا إحنا في شرطين. الأول
على الاكس ام ال دوكيومنت مشان نقدر نعمل عليها بروسيسنج شو لازم تكون؟ ويل فورم. وعرفنا شو قضيه الويل فورم. الشرط الثاني اللي بدنا نضيفه هلا شو هو؟ لازم تكون valid. لازم تكون شو مالها؟ valid. اذا اي اكس ام ال دوكيومنت اي اكس ام ال دوكيومنت مشان تقدر تعمل عليها بروسيسنج لازم يتحقق فيها هذول الشرطين. الشرط الاول تكون ويل فورم، الشرط الثاني تكون valid. valid خلينا نشوف لغات البرمجه التقليديه العاديه. كل لغه برمجيه ما بيكون معها انتربريتر او كومبايلر، وبالتالي بتكتب الجمل تكتبها وبتروح تعمل عليها شمال اما بالانتربريتر او كومبينيشن مشان تفحص. مشان شو؟ مشان تفحص هل هي valid or not، يعني هل مطابقه للسينتاكس ولا لا. الانتربريتر عمليا شو بيسوي؟ الانتربريتر باخذ الجمله وبفحصها بالنسبه للسينتاكس، اذا اوكي بتمشي، اذا لا بعطيك عليها invalid. The same في الاكس ام ال دوكيومنت بده ياخذ كل element صغناه، كل سطر صغناه وبده يقارنه مع مين؟ مع شو بده يقارنه؟ احنا قلنا ما فيش، ما فيها الاكس ام ال فيش فيها لا انتربريتر ولا فيها كومبايلر، بده يقارنه مع مين؟ بده يقارنه؟ بده يقارنه مع سكيما احنا بنكون بنينا. السكيما اللي هي خلينا النوع الاول من السكيما اللي بدنا نشتغل فيه اللي هو دوكيومنت تايب ديفينيشن. طبعا لما بنحكي اذا الان رايحين على احنا على شيء اسمه اكس ام ال سكيما. شو هو الاكس ام ال سكيما؟ هي عباره عن كواليتي كنترول تول. تول هي عباره عن شو؟ هي عباره عن تول describes. شو مهمة هذا التول؟ describes the structure of an XML document. إذا لاحظ هذا عبارة عن تول وإحنا نبنيها، هذا التول شو بتتسوي؟ describes the structure of the XML document. وبالتالي أي document بدها تنبنى بناء على هذا التول شو مالها؟ بدها تراعي structure، نفس structure صير ماتش معها في structure. كمان ensures that the document fulfills minimum set of requirements. هذا الدوكيومنت او هذه السكيما كمان شو مالها؟ في requirements في XML document. مهمه السكيما تتاكد انها موجوده ولا مش موجوده. هلا لما بنبنيها بنشوف كيف. يعني بشكل عام هاي XML schema is like a program that tells a processor how to read the document. How to read the document. السكيماز اربع انواع. السكيماز اذا عارفين احنا وين رايحين؟ رايحين على هاي بنينا اكس ام، احنا بنينا بدينا من في الاكس ام ال دوكيومنت، هاي بنينا اكس ام ال دوكيومنت. الان ويل فورم حققنا الشرط الاول، صرنا نعرف كيف نبني ويل فورم. الان بدنا نبني شيء اخر، تول ثاني. هذه التول الثاني هي شو؟ سكيما، مشان نعمل تشيك للي كتبناها بناء على هذه السكيما حتى نحصل على وين؟ على valid document مشان نقدر نعمل عليها processing. طيب السكيما اي سكيما؟ اربع انواع. النوع الاول اسمه document type definition. النوع الثاني W3C built XML schema. اذا كمان W3C باني سكيماز، في كثير في سكيما. النوع الثالث ريلاكس ان جي، والنوع الرابع سكيمارتن. هذه السكيمز الموجوده، هذه السكيمز الموجوده. طبعا فاليديشن ستيب بعد ما بنبني السكيما، هلا بدنا نشوف اللي هي دوكيومنت تايب ديفينيشن كيف بنبنيها. بعد ما بنبنيها لاحظ كيف عمليه البارسنج تم او عمليه الفاليديشن بتتم. كيف البارسر هو شو هو البارسر؟ البارسر هو شو البارسر؟ هيو هذا البارسر اللي امامك اللي انت بتبنيه، هذا الشكل اللي انت طلعته صار اسمه شو؟ بارسر. صار اسمه بارسر. شو بيسوي؟ لا هذا اربع خطوات، اربع حاجات بيسوي. هذا بروسر ريدز ذا رولز اند ديكلاريشن ان ذا سكيم، بروح بجيب الرولز السكيما، بجيب السكيمز. اوكي كمان شو بيسوي؟ بيل سبيسيفيك تايب اوف بارسر، بنى البارسر بناء على شو؟
بناء على السكيمة. يعني افترض احنا بنشتغل في الانفايرمنت تبعت الستايلس ستايلس وكتبت انا الكود، او انت بدك تشتغل تعرض دوكيمنت على البراوزر، ها قبل ما تعرض على عرضتها على البراوزر وما فيش لها سكيمة، شو راح يعطيك؟ هذه الدوكيمنت ويل فورم لكن شو مالها؟ ما فيش لها سكيمة. راح اقول لك ما فيش لها سكيمة. طيب لما تكون انت